الإنترنت اقتحم كل أشكال الحياة، التوظيف مش استثناء. دلوقتي أنت مش محتاج تقضي ساعات طويلة بتقرأ في الجرايد أو تلف على مكاتب التوظيف عشان تلاقي وظيفة مناسبة ليك. ملايين الوظائف متاحة على الإنترنت النهاردة من خلال منصات التوظيف المختلفة، تقدر في خلال ثواني إنك تقدم على أي وظيفة وبشكل مجاني في أغلب المواقع. كمان تقدر توصل لعدد كبير جدا من عروض العمل بكل سهولة. في الجزء ده هنتكلم عن مواقع التوظيف وهنركز اكتر على موقع لينكد ان. طيب ليه لينكد ان؟ لينكد ان واحد من اشهر المواقع في مجال التوظيف، ومش مجرد موقع عليه وظائف. لينكد ان زي فيسبوك هو شبكة تواصل بس للمحترفين، تقدر تعتبره مؤتمر او ورشة عمل لمجموعة من المحترفين في مجالات مختلفة بيتبادلوا فيه خبراتهم وتجاربهم. على لينكد ان هتلاقي شركات ومؤسسات كبيرة وصغيرة بتعرض فرص عمل وفرص تدريب، كمان هتلاقي دورات تعليمية أو كورسات في مختلف المجالات عشان تساعدك على إنك تبقى شخص مؤهل أكتر لسوق العمل. على لينكد إن في مجموعات ليها نفس مؤهلاتك ونفس اهتماماتك الوظيفية، تقدر تستفيد من خبراتهم وتاخد منهم نصائح مهنية. كل ده وأكتر هنتكلم عنه في الجزء ده من الكورس.